أقفت هيك طلعت ما شافت حدا من هون. قلت لها تعي أنا هون، يعني إجت كأن واحد مضيع أهله، يا أما طفل مضيع أمه. نحن كنا نايمين وقت اللي إجت أول هزة، صحت يا الله، قاموا أولادي من حوالي جوا لعندي يرقدوا. قلت لهم تمعوا علينا، يعني إذا بدي يغلب البيت فينا يا نموت كنا يا نطيب كنا. مات ابني وماتت بنتي هاي اللي عمرها 16 سنة، ومات ابن ابني عمره 6 سنين معانا بالبيت. وهاي البسة تمت لبعد منها بأسبوع، طلعنا الأولاد وهي ما لقيناها وقتها. بعد أسبوع ورحنا على البيت قلنا له عماله بتنعوس، صاحوا لها صارت تنعوس. قام صاح لشباب نزلوا لي اياها، هدول اللي عم يشتغلوا بالبناي نزلوا له اياها واجى لهون للباب. قال لي حزرج جبت لك. قلت له مين جايب لي، عبده ولا نسيم؟ قال لي جبت لك واحد مثل حكايتهم كان معاهم، هاي كانت معهم على طول. دبها هونيك وقفت هيك طلعت ما شافت حدا منهم. قلت لها تعي انا هون، اجت ترقد لعندي هون في حضن اخي قاعده في المحل. اجت لعندي وصارت تطلع رقبتي، تطلع على تعمل على وجهي، تلحس لي وجهي، اشتغل لها. يعني من اجت، يعني اجت كان واحد مضيع اهله، يا اما طفل مضيع امه.